نحن عندنا هلا امكانيه نضلنا على الدعم لشهرين، وفي بكره جلسه بمجلس النواب اللي الدوله بدها تعمل خطه لهالموضوع، منا يمكن تقرر يصير في بطاقه اجتماعيه، منا يمكن يكون عندها امكانيه تحصل على موارد اخرى. مصرف لبنان اليوم عم بيأمن كل شيء، عم بيأمن كل شيء بحاجه له الدوله، وهيدا لان نحن بنحب انه هالبلد وشعبه يضلوا عايش بشكل جيد. فاليوم كل التمويل اللي عم تشوفه للكهرباء للمي للبنزين للفيول للادويه للقمح للتليكوم الى اخره كله عم يجي على مصرف لبنان. نعم. هل فقط في بلبنان مصرف لبنان؟ يعني هالسؤال لازم يسأل ايضا للمسؤولين عن البلد. حسابات المصارف هي تابعه بدها قانون، بدك تغير القانون، بس تغير القانون اي قانون؟ السريه المصرفيه. يعني شو عنا مصلحه نحن ما نسلم؟ اي نعم، الماده 151 من قانون النقد والتسليف. نعم. بتمنعنا من هالشيء. طيب. كمان مراقبة البنك بالمواد تبعها وخصوصا ال 44 بتمنع هالشيء. تعديل القانون شيل السرية المصرفية، يعني بتصير كل حسابات المصارف قابلة يتدقق فيها. القرار المتخذ من قبل المجلس المركزي هو انه المصارف اللي ما بتكون التزمت بزيادة الرأس مال 20% وعندها السيولة 3% ان اسهمها رح تصير يملكها البنك المركزي، ومن هنيك بصير في إعادة هيكلة بالقطاع المصرفي. المصارف اللي قادرة هي رح تكفي، والمصارف اللي ما قدرت يكون عندها هالمتطلبات من رأس مال وسيولة رح تكون بحوزة البنك المركزي دون أنه يفلسها، حيث أنه سيعمل مصرف لبنان إلى إعادة تنظيمها وبيعها. هذا كله حفاظا على أموال المودعين. الودائع موجودة بالمصارف، وبآخر سنة بآخر 12 شهر انسحب من هالودائع ما يقارب 30 مليار دولار.